على ساحل البحر في المركز العلمي في مدينة الكويت يقف مركب شراعي قديم من نوع البوم السفار، يقف رمزا وشاهدا على عصر الملاحة البحرية الكويتية القديمة قبل ظهور النفط. مثل هذا البوم كان في الكويت في الأربعينيات من القرن العشرين أسطول من السفن يقارب 150 بوما سفارا، تنطلق كل عام في رحلة أو رحلتين في الموسم الواحد، تبدأ من غابات النخيل في شط العرب لشحن التمور، ومنها تنطلق إلى موانئ الهند الغربية أو إلى سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية وأفريقيا الشرقية، حيث تبيع وتشتري لحساب التجار. سافرت هذه السفينة المسمى فتح الخير تحت قيادة النوخذة عيسى يعقوب بشارة 6 سنوات متتالية إلى محطات السفر الشراعي، وصاحب بعضها السنوات الصعبة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية. فكان الطلب على هذه السفينة وغيرها من سفن الأسطول الكويتي كبيرا نظرا لما يتمتع به النواخذة والبحار الكويتيون من شجاعة وأمانة ونزاهة أكسبتهم سمعة طيبة وفائدة مادية مضاعفة. الكويت حربين ما جاءت، بريطانيا توزع الأكل على الإمارات كلها من الكويت إلى قطر، كل واحد لحصة هالكثر على عدد سكان. أيام الحرب الأولى والثانية الكويت عندها سفن إيه اللي تجيب هالأكل حق السعودية، حق الكويت، حق قطر، حق البحرين، تحملهم وتجيبهم. العمان عندهم، إحنا عندنا هني السكر الكيس ب100 ربوية، في عبادان وفي البصرة ب1000. فالكويت يعني الكويت بلد لا فيها ماء ولا فيها زراعة، واعتمدوا كله على البحر. لبام تجيب عيش وشاي سكر ومواشر كلها تي من الهند. وأكثر خشب سفن صارت بالكويت من سفر ومن غوص. أهل عمان عندهم سفر، عندهم سفر قوي بعد، وهم أقدم منا بالسفر، ووصلوا للصين، مشهورين بالسفر خصوصاً السواحل أفريقيا، ما أفريقيا هاي لهم، وتالي أهل الشارجة هم انشهروا بالسفر. لكن الإمارات بغوص، عمان ما عندهم غوص، هالبوظبي وهلا كلهم هالغوص. في عام 1939 وقبل بداية الحرب العالمية الثانية بأشهر قليلة، زار الكويت القبطان الأسترالي ألان فليرز، وقد أعجب بمينائها الكبير وأسطولها الشراعي التجاري العابر للمحيطات. في كتابه أبناء السندباد الذي يروي قصة الإبحار مع العرب في مراكبهم الشراعية، وصف ألان واجهة الكويت البحرية بأنها من أمتع الواجهات البحرية في العالم، كما وصف أسطول المراكب الشراعية العابرة للمحيطات التي شاهدها في الكويت فيقول: إن واجهة الكويت البحرية التي تمتد مسافة تزيد على الميلين من أكثر الواجهات البحرية إمتاعاً في العالم. ففي عام 1939 كان المكان يبدو كأنه حوض واحد عظيم لصنع المراكب والاتجار بها، إذ كانت المراكب الكبيرة والصغيرة على حد سواء تقف متلاصقة على طول الواجهة البحرية التي تمتد شرقي وغربي الميناء بمحاذاة الساحل المنبسط على جون الكويت. فهي على رمل الشاطئ، وهي على الماء الضحل، وهي هناك في عرض البحر تملأ المكان فيبدو شديد الزحام حقا. Thank you.
لقد وصلت في الوقت المناسب تماماً. ففي نهاية عام 1939، كما عرفت من أمين سر شيخ الكويت أن هناك 106 من مراكب المحيط تبحر من ميناء الكويت. ثلاث منها بغلات، والأخرى من نوع البوم. لقد كانت كلها مصنوعة في الكويت. ومع هبوب الرياح الشمالية الشرقية تبدأ هذه المراكب رحلاتها التجارية الطويلة، حيث تحمل بالتمور الطازجة من البصرة وتسافر بها إما إلى الموانئ الهندية أو تدور حول سواحل الجزيرة العربية، حيث تباع لحساب التجار. بعد مغادرة آلان فليرز الكويت، كانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت. ففي أوروبا اندلعت المعارك وتغير وجه العالم، واتسعت دائرة الحرب شرقا وغربا، كما تعددت مواقع المعارك والجبهات فيها، وأخذت الدول الرئيسية المشاركة في الحرب وضع كافة إمكاناتها العسكرية واللوجستية ومواردها الاقتصادية في خدمة المجهود الحربي. وقد كانت لبريطانيا اليد الطولى في منطقة الشرق الأوسط لاستعمارها الهند عروس التاج البريطاني، وعدن والإمارات العربية على ساحل الخليج العربي، ولسيطرتها على مضائق المنطقة كمضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس. لذا تأثرت هذه الأقاليم بشكل غير مباشر بالحرب العالمية، نتيجة لنقص الإمدادات والتموين واستخدام سفن النقل التجاري في المجهود الحربي. فانتشرت بعد فترة وجيزة من الحرب المجاعة في أكثر من بلد، وارتفعت الأسعار، وأصبح الناس يعانون من كارثة محققة. وكان هذا الأمر قد تكرر سابقاً خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، التي لعب فيها الأسطول الشراعي الكويتي دوراً كبيراً في نقل البضائع والمؤن إلى الكويت والمناطق المحيطة بها. الأسطول الكويتي لعب عدة أدوار. أهم هذه الأدوار في نظري عندما قامت الحرب العظمى الأولى، البحرية البريطانية سيطرت على جميع البواخر للنقل البحري، وانقطعت البواخر عن مواني الخليج كلها. فهب الأسطول الكويتي لتموين الخليج كله، وهذا أعظم دور قام فيه الأسطول، مون الخليج والجزيرة العربية والعراق وإيران. ولولا الأسطول الكويتي في ذيك الحرب لحدثت أزمة ما يحمد عقباها. في هاك الإثناء تكاثر الطلب على السفن، أصبح العمل عمل السفن في الكويت ما يكفي، فاضطروا الكويتيين أن ينشؤون سفن في جنوب الهند في ملبار. أنشأوا عدة سفن كبيرة مستعجلة في ملبار، وساعدت على سد النقص، وهذا الدور هو اللي أنقذ الخليج والجزيرة العربية من مجاعة.
أما الدور الثاني فهو عندما قامت الحرب العالمية الثانية سنة 1939. أيضا البحرية الإنجليزية استولت على جميع وسائل النقل البحري لأقراضها العسكرية، فما بقى وسائط للنقل للتموين إلا السفن، فهب الأسطول لتزويد الكويت والخليج والعراق والبلاد المجاورة. يا رب البيت بارك بمسعانا يا رب البيت بارك بمسعانا بارك بمسعانا يتوجه العدد الأكبر من الأسطول الشراعي الكويتي إلى الهند، بوابة العالم القديم وسحر الشرق وملتقى الحضارات وسوق اللؤلؤ والذهب والبهارات والحرير والأخشاب. فالهند هي المحطة الرئيسية الثانية لسفن الأسطول التجاري الكويتي بعد شط العرب، كانت على مدى قرون السوق الرئيسية للبلدان الواقعة على جنبات المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. كانت التمور والخيول العربية الأصيلة واللؤلؤ والجلود من السلع الرئيسية المرغوبة في الهند، لذا كانت سفن الأسطول الكويتي تتوافد على موانئ الساحل الغربي الهندي في مواسم الإبحار من كل عام، حاملة هذه البضائع التي تلقى لها رواجا في الهند، وتعود محملة بالأخشاب والحبال والمواد الغذائية مثل الأرز والتوابل والشاي، بالإضافة إلى المنسوجات الحريرية والقطنية والمواد الاستهلاكية الأخرى. هذا الكوتا اللي تطلع من حكومة البريطانية، يعني يعطون الكويت كذا، يعطون الخليج ما عندهم هذا الشيء. يعني الكويت لو ما هس الأسطول اللي فيها هي يعني حقيقة الفضل الكويت أيام الحرب، فضلهم على الخليج، كان عندهم سفن مخرط البحر وراحوا ويابوا، يعني في شيء بطريقة صحيحة وشيء بتهريب، يجيبون ما يعوا لأن سفنهم تجيب، فهذه اللي بعد مونوا الخليج يبيعونهم لو كان مثلا بسعر يعني غالي، بس في شيء يأكلون منه. تدري كم بتاع كيس السكر بلف وخمسمائة تربية، إيه بلف وخمسمائة، كم هناك يشترونه بمئة تسعين. أنا بعتك في قيس يونا، في قيس هذا اللي يشتروه من الفارس تجار جايين سفن، اشتروا من عندي أنا كيس الشكر بألف. أي والله، والخام بحرية، وهناك البحرية أنا قلت لهم شوفوا لما أعطينا لهم فلوس مال سلف، يعني الرجاء يوم سلبت ياخذونها، قلت شوف لا حد يلعب في الفلوس، كلكم اشتروا خامات تبيعونها. وفعلا لما جينا قيس باعوا الواحد بخمسين. اي والله، وكل شيء تجيبه، كل شيء تجيبه، شنو تجيب؟ تلقى يعني اذا مو 10 مرات تلقى 5 مرات مضاعف. ما في شيء، أي شيء، سو استكانات، إقفاش،
بكرات مال خيار كل شيء تيبه يا ماشي. أجور الشحن في أيام السلم كانت ضئيلة، يؤخذ على الطن الواحد بين 15 إلى 25 روبية إجرة. أما في أيام الحروب تضاعفت الأجور أضعاف مضاعفة نظرا لكثرة الطلب على السفن وقلة البواخر. هذا التجار الهنود ناس مضبوطين، احنا يعني نتفق وياهم بالطن، الطن بهالكثر وهو يقدر يبوغك وانت تعرفك بحجم البضاعة اللي يابها، بس يوم يعطيك حساب مضبوط لا يمكن ياخذ منك ولا حتى 100 كيلو. اي مضبوطين ناس يعني تجار عدل. يعني إذا يأجر على الهندي ب10 يأجر على الكويتي ب15، إيه يفضل 15 ولا يدفع 10. إيه معنا يجيب لك أقمشة، يجيبون بكرات، يجيبون أنواع من البضاعة يبون يشحنونها البوم هذا. الحرب العالمية الثانية كان في عهد المرحوم الشيخ أحمد اليابل، فكان الشيخ أحمد اليابل رحمه الله يرسل على جميع النواخب ويطلب منهم لجل وصل كيس العيش عندنا 300، وصل كيس الشكر 1000 ربية، وقيت فوقها الشيء وصلت 50، فيطلب من النواخب يجيبون مواد الغذائية في كل طريقة للبلد معتمدا على السفن هذه. فأنا كان ذاك وقت صغير وكان توني متنوخذ، ورحت ويا أبوي وقابلنا الشيخ عبد الله، كان يقول لي أنت النوخذ؟ قلت له نعم النوخذ. قال البلد محتاجة لمواد غذائية ولازم تجيبونها في كل طريقة حق بلدكم، ونشوف الوضع اللي فيها شلون، يعني قامت المواد الغذائية تقل من البلد ولازم تجيبونها. ففعلا جهزنا نفسنا وعبرنا الى شمال افريقيا، وصلت انا ماليندي 10 جم خط الاستواء، وحملنا الشكر وحملنا الشاي وحملنا العيش وحملنا ويبنا للكويت. وفعلا تلاقينا صدفه، حنا سفرتنا 9 أشهر ونص، ونتلاقى ويا المرحوم الشيخ احمد اليابل عند فيلشة في مركب الابيض، وكان اذكر وياه عبد الله بن بحر وابراهيم براشد، هذا لو ويا هذا اللي انا اعرفه، والباقي الثاني الناس ما اعرفه. فقمت نزلت عنده وسلمت عليه، على كان يقول انه خذ اشوفك ضعيف وتعبان، ويعني قلت له طول عمر انا من جاي من شمال افريقيا، هذا اللي سويته جبت الشكر والشاي وكذا، وماخذين في وصيتك اللي توصيتنا فيها ان البلد يعني مجاعه وان كذا. عملنا ايش رد علي من جواب؟ قال ان الكويت فيها رجال يجيبون العليج من اقصى الفيلج.
البحر، يوم يروحون على مطراشين يروحون خوايا من الكويت، ما يمر البصرة سيدة خالي عشان يبون بضايع، لأن بريطانيا خلت حصص المواشر حق الكويت هالكثر، حق قطر هالكثر، حق البحرين هالكثر، حق دول الخليج، حق بر إيران، من يجيبها؟ يبونها اللي عندهم سفن أعمان، هالعمان وهالإيران والكويت يبونها رايحين يعني، واليهود يحملونهم خام حق البصرة. التنوب يشرف علينا عبد العزيز الشايع يقول أنا عنده مكتبه كراسي من أول نسيت لا، يقول يعني يهودي قال عندي بضاعة ما في سفينة، والله أنا خابر حسين العسعوسي أنا أشوفه، يتحق مهلب يتحق حسين العسعوسي كبعلي خالص، قال أبي اليومي قلت له خلاص تعال يعني بالمكتب، جبت اليهود وحمل كله خام حق البصرة وراح. يقول عقب 15 يوم لقيت اليهودي ها صار، قال بضاعة وصلت سالمة كلش، وقلت له تعال على حسابي عندي بعد بضاعة ثانية، دزيت له برقية قلت له تعال، لأن الكويت يدارون على البضاعة طربلونها دقيقين، ما يبيع ولا الأمانة يوصلها الكويت وعمان زينين. وفي تلك الأثناء خلال سنوات الحرب والانقطاع السفن البخارية عن شط العرب، توقفت تجارة نقل الخيول العربية الأصيلة إلى الهند، وقد كانت الخيول تنقل بالبواخر في فترات السلم، لذا اضطر التجار إلى الاستعانة بالمراكب الشراعية لنقل الخيول. وقد كانت للنوخذة عيسى وغيره من نواخذة الكويت تجربة نقل الخيول والاستفادة من هذه الفرصة التي فرضتها الحرب. هذا أيام الحرب، أول كان أهل الخيل، هذا الخيل يجونه من بغداد من الشمال، كان قبل الحرب يودونه في مراكب. لما صار الحرب العالمية الثانية انقطعت السبل المراكب، ما في مراكب، فما عندهم السفن، هم بقى يعني خيل قليل يعني اللي يودون مو وايد، فكان اتفقوا ويا محمد نيان رحمة الله عليه صاحب السفينة أن يودي لهم إلى بمبي، ويعني سألني قلت يلا توكل على الله يعني فوق السطح نحطهم، فيجيبونهم من بغداد من الشمال، يجيبونهم بالقطار أظني، ويجيبونهم في أقفاص قفص على قد الحصان، الحصان واقف ما ينام ولا يركع أبدا، هاي المدة كلها. فاحنا في المارقين أو نطابق الأرصفة وهم شاحن تمر يعني، الكرين ويشيلهم ويحطهم على صفيناهم يعني. مرة ودينا 18 ومرة ودينا 21 ومرة ودينا أظني إذا ما ذاكر يمكن 15 أو 16 يعني، ثلاث سفرات وديهم بأيام الحرب. بس هذيل
متعبين يعني في البحر. هم عادي يبون لهم واحد يحوفهم، بس واحد طبعا ما يكفي، وهو يكرم البحرية، البحرية يساعدون هذا السايس مالهم ويعطونهم أكل يعطونهم ماي. بس المشكلة يعني بالسفينة هم يتعبون وايد، وإحنا بعد كذلك نتعب، لنا لما يدق بالحافر ماله يهتز السفينة، تهتز من قوتها. إيه، وكان يعني الماي عندنا هو المشكلة. أنا أترس ماي من الشط، ومرة مرينا في مرفع فارس حدا الجزر، أخذنا استزدنا ماي يعني، بس ذبان وصاخ يعني عيشتنا مو زينة. لما تحط الأكل كله ذبان كله، بس نسوي يعني هو الظروف. بس العجيب إنهم هذه الاثنين هذه هم أهل الخيل ويانا، لأن ما حصلون، ما في طيارات ما في مراكب، يو ويانا مسوي لهم مكان. إحنا بالدبوسة تحت بالنهار يطلعون وبالليل يروحوا ينامون. لكن العجيب أن لما يصحى الحصان يتهاوشون، يصرخ عليه، يعرفه اسمه، يصوت عليه فلان، مثل اللي يسبه ويسكت هذا الحصان. اي والله، اسم هذول الجماعة ناس طيبين من أهل الشمال. والله مرة الأولية الله سهلها لنا، ما طولنا يعني، نحن 15 يوم لبنبي، ومن بنبي نهار ثاني دخلنا القودي وشالوا الخيل هذه. مرة ثانية لا والله طولنا، أخذنا على يمكن 25 يوم. و تعبوا الخيل، تعبوا وإحنا تعبنا يعني، ما في مجال، ماخذينهم نص السفينة، مسوين عريش عليهم، الشراع وخيار كله فوق العريش، فوقهم ما يضايقوننا بشراع، لأننا مسوين إحنا عريشة، شراع ينزل فوقهم وكله مشي، وهذا كله فوق ال، ومني هم كذلك صوب يمين ما في شيء غير ما شوه. مرة ثانية سنت الثانية بعد هذا كله مطرش ثاني، مطرش الأول ما نحمل، لأن مطرش الأول شوية هرفي وفي زقلابه موية، مطرش الثاني أيام شتاء. ثلاث سنين على عتلة يعني، كله مطراش ثاني نحملهم. احنا وحسين العسوسي رحمة الله عليه بعد حمل أظني سنتين، ممكن درجتين في المهلة. في موسم الإبحار الشراعي من كل عام يتوجه عدد من سفن أسطول السفر الشراعي الكويتي إلى موانئ جنوب شبه الجزيرة العربية كسيحوت والغيضة والحامي والشحر والمكلا وعدن، في طريقها إلى سواحل شرقي أفريقيا. تحاول هذه السفن بيع ما لديها من تمور، ومن ثم تتنافس لأخذ أكبر عدد ممكن لنقل العبرية. أنا أتذكر يعني حملنا عبرية من مكلا إلى نوديهم إلى منباشا، وايد منهم 500 نفر. هذا أيام الحرب، آخر سفرة أنا جاي
ما عندهم أحد يوديهم. فأمير بحر هذا مدير الميناء قال الله يخليك تأخذهم هذا اللي جايين من بعيد ما عندهم ملفه بيروحون ولا والله ما أخذهم يعني يسوي 487 نفر شذي. كان أيام الحرب هذيل الحضارم ما كان عندهم تجارة، تجارتهم وين؟ كله في إندونيسيا في جاوة، هنا عندهم أملاك وأعمالهم كلها هناك، فلوسهم اتي يطرشونها وعاد اللي يستانسون سمر على قولتهم ومداحة، كانوا جاخ يعني. فلما صار الحرب قطعت السبل، لا في تحاويل ولا في شيء، ما يهم شيء، وكانوا قاموا يبيعون أقراض، والله يبيعون أقراضهم. هم في مكاتب دلال وهناك وهم يجون يشوفون المحمل أحسن، أي محمل إذا كان في منافسة وياك يجون يشوفون المحمل. كان نص المحمل في ملح، نفرش لهم حدر والحريم تحت النيم، متعبين يعني تعبنا، والماي التوانكي عليها ريال قاعد، بس احنا ما حصلنا منهم هدية. هم هذيل ياكلون جايبين وياهم اكل، شنو اللي ياخذون من عندنا؟ احنا قهوة، يسوون قهوة، هم يسوون الماي، احنا نعطيهم ماي لهم. مرة الصبح نبطل التانكي نعطيهم، فهم يعني أقرب شيء عندهم القهوة يعني، يبون ماي قهوتهم، يسوي لهم الطباخ، عايبين وياهم تمر، عايبين وياهم عكاك، عايبين وياهم بسكوت، مقزرينها يعني، قليل يعني يطبخون، قليل جدا. نجيبهم يترسون الدنيا هناك. هذا حرب العالمية الثانية يعني. أنا في الشردال بوم الخرافي تدى الحرب، لما يجينا مكلة إحنا هذا يجي مطرش ثاني، إحنا أول مطرش من الهند جينا من النبار، نزلنا جينا آخر الموسم حملنا إذرة حق محمد سعد الله يرحمه، وجينا مكلة وبعنا بمكلة، أعطونا أوراق الحكومة هناك، أوراق من الحكومة البريطانية إنك إذا بتروح أفريقيا ما تجرب البر أكثر من 120 ميل، عند لهم مسوين حصار على الإيطاليين إن ما يودون شيء حق مثل حق مقدشو كسمايو الشمال، لأن كانوا في زمان إيطاليين هناك. احنا ما لنا شغل بعد نروح البر، فمن بحر لبحر من سقطرة واحنا اكثر من 120 ميل واكثر لين نروح فيه. لكن في ناس في كان ويانا واحد من اهل كينج عنده سفينة ويانا، تعلمنا وياه احنا عبرنا من راس عصير، عمرني لي راس عصير، بس احنا طلع بحر وهو جرب البر، نزل من راس عصير نزل هذا المنوار، يشوفه هذا الدوري المال، يا قال له اطلع عن البر لا تجرب، راح طلع بحر ويفكر ان المنوار ما يشوفه مره ثانيه. المهم عقب
أيام قالوا يلا قطش راك حدره وراحوا كفت الشو لقوا عنده شوية بضاعة تمر ما أعرف شنو وعنده فلوس إيطالية يعني بايع بالطريق. أخذوا النخذة والبحرية وطقوا البوم في مدفع ركسوا خذوا البحرية يعبونهم لأن في لامو على أساس نجيبهم يعبرون ويانا. فإحنا أخذنا منهم قسم يعني مو كل البحرية هم بعد هناك في مباشة أعطوا ناس ثانيين نأخذوا ويانا وعلى ما أتذكر 6 أو 7 بحرية منهم هم عاد نأخذها قص علينا القصة احنا جبناهم ونزلناهم عدال في كينج احنا يعني ما والمنا مثلا مشاكل بس والمنا انا طالعين من البصرة من الشط وعقب ما طفنا مضيق هرمز يعني طريق عدال ميداني كذي من يعني قبل كراشي بالليل كان زعم الأولي توه جايين جايين زعم الثاني أنا أشوف ورا هناك واحد مثل لايت يضرب علينا لايت شنو هذا لايت الدنيا ظلمة بالليل يعني وأتذكر وأنا رطوبة بعد مرة 3 مرات بعدين أنا أربعة أشوف ولا هذا قافلة جاية هم كانوا أيام الحرب هذا السفن اللي تطلع من الخليج يتجمعون بمضيق هرمز في جزيرة الغنم 8-10-12 سفينة يقودهم منور حربي وقواصة وياهم الجهة اللي يروحون لهم فهم أنا ما ندري هذا عقب ما قربت حوالينا واحد مترجم عراقي قال انت ليش ما تشوف القافله جايه ليش واقف بالطريق قلت له واقف بالطريق انت وخر كيف العباره قلت له احنا سفينه انت وخر عنا وخروا عنا والله هذا اللي والمناه احنا بس في ناس توالموا خرقوهم و يعني كم راحت سفن وضربوهم عبروا من عابرين من الهند يعني حاملين من بمبي وناس حاملين من البار وطلعوا لهم هذا في القبة كان اللي قواصة تطلع مال ألمانيا هذا اللي شعرفهم هذا البحر مال ألمانيا ولا غيره فيحطون العلم هذا ويضربهم حتى من يسولف علينا يعني ناس هذا جماعات كلبت من الأفريقيا بوم كبير يمكن في 35 نفر ما صفوا إلا 12 بالماشوة وعشرة أيام يلا وصلوا إلى سقطرة يقول قام يضربهم هذا اللي يسبحون يطقهم بالمسدسات وكثير بقى سفن ولا راحوا هذا من أهل كينج إيه سفينتين هذين راحوا من مسقط وسفينة ظني وراحوا من هالشوزة يعني كذا راحوا من ضمنهم هذا واحد قال له أكبر البو من هال كينج بحار صغير وجايب ولده تباب يعني هذا التباب صغير حط على كتفه يوم وليله كله على كتفه والولد ينام على كتف ابوه ذيك اليوم عليه يقول لكم سيان بتقيب الشمس
كان يقول تضايق لأبو تضايق من صبي. قام بطل أرقب يده وركس الولد. هذا الباخرة تشوفه، هو ما يشوف بس الباخرة تشوفه. الباخرة قط 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 جاب الطراد ماله الطراد لنجه وقطه وياي حق الريال يشيله. ريال يوم ركب الريال قام يبكي، ما أعرف لهم قال إيش حقا تبكي؟ قال ولدي راح ركز ياي هم مدة شاية شوف الله سبحانه سباق شوية قبل لا يقطع بطلك الله سبحانه رايد عليه الله رايد. في آخر سنوات الحرب العالمية ازدادت معاناة بعض الأقطار كجنوب شبه الجزيرة العربية والإمارات وبر فارس على الساحل الإيراني من أثر المجاعة، وبلغت حداً مأساوياً إذ اضطر بعض الناس إلى أكل الجيف والجلود، كما اضطر بعضهم الآخر إلى ترك أطفالهم مع المراكب العابرة رغبة في إبعاد شبح الموت عنهم. مجاعة مجاعة مجاعة، يعني هذه بر فارس الساحل والجزر، حتى هذا الساحل من كل رأس الخيمة والشارجة وهذا ما عندهم أكل، منقطعة السبل. يعني أنا وعلمت سنة ومن السنين حنا لما نطلع من مسكت نمر قيس ناخذ ماي، يكسرنا ماي ناخذ ماي، انا ما اروح الا قيس اقرب حق المحمل. حذروا البحريه يمون ماي يمزرون ماي، وانا في البوم بس انا طالع في الدربيل شوف ناس وايد على الساحل لما نزلوا البحريه. استغربت، مهم ان البحريه مزروا ويو البحريه تعرف راحوا اول بشاديش ووزره يوم فاصيخ اللي على وزعر واللي على لك الله صروال. ها صار فيكم اسكت انا اخذه ما نقدر اسولف لك، ناس مفاصيخ ما عندهم ولا عندهم ياكلون. سبحان الله قمت أنا وحدرت، حدرنا بالجانب بالكيت حدر. هنا هناك في واحد دائما يعني شوف أهل السفن الكويتيين اسمه إبراهيم، ولا لقيت إبراهيم هناك. ها إبراهيم قال اسكت والله أنا خذ الناس تعبانين ناس يعانين ناس كان ما في شيء. حتى واحد منهم من هذا يمشي ما يقدر يسولف، الهواء يضربه يقول والله انا يسولف لي يقول انا عندي شاحوف صغير يروح يصيد سمك، حتى السمك انقطع من البحر. يقول ما صيد شيء، عندنا قله تمر، اول عندنا شيء خلص بقت قله تمر، خلصت التمر ثلاثة أيام يقول نفوح الخصاف مال التمر ونشرب ماية. أي والله عاد قلت حق إبراهيم ننزل في ذاك الساعة، أنا بعد جايب بضاعة حق البيع بس استرخصت أن بيعطيهم إياه أعطيهم قسم منه. فقلت أقول حق راعي القمرق هذا أن احنا بننزل نعطيها لا بعد يا. فقال له أنك لا تأخذ عليهم قمر، اللي قال لا ما أخذ قمر. نزلنا احنا كان عندنا طحين بعدنا كله تهريب نيبه من عندنا طحين وعندنا تمر مع البوم يعني نزلنا طحين وتمر. والله بعد ما اتذكر شنو عندنا حتى ثياب انا اعطيتهم بعد وزعوا صارت كل خامه. قال لا مال قمر قاعد وابراهيم قاعد وزع عليهم يعني
فكان يعني حالتهم سيئة. قالوا أنتوا أخذوا بنات خذوهم بس يعني انقذوهم لا يموتون. جابوا منهم ناس وايد جابوا من الكويت يتزوجوهم كثر خيرهم يعني. بعد دور الأسطول الكويتي في أثناء الحرب العالمية الثانية، أنا الأولى ما لحقت ما شفته ولا أتكلم فيها، لا أتكلم على العالمية الثانية. فولولا الأسطول الكويتي أنقذ المنطقة كلها في المواد الغذائية، وكان أكو سفن في يعني في الدول الثانية مجاورة، لكن السفن قليلة ما تذكر، ولا في بعض السفن لكنها قليلة ما تذكر. لكن الذي ساهمت حول ما يقارب 250 سفينة اللي تبحر هذه من الكويت كلها تأتي محمل المواد الغذائية وسوت فايض وقام يطلع يروح للدول المجاورة ينقلونها على للدول المجاورة. حتى من عرض المجاعة اللي صارت جينا في زيارة الشيخ وكان أكو من شدة المجاعة الناس يأكلون العشب مال البر، أعشاب مال البر، الأعشاب مال البر. فجانا شخص طلب من عندنا على أن عنده بنت وولد يعطيه مقابل كيس عيش وقلتين تمر شو يبيع أولاده في كيس عيش من المجاعة الشديدة اللي صارت. فإحنا قلنا خلوا أبك عندك، أعطيناه من اللي قدرنا أعطيناه. وصارت الثانية في لينية، في لينجا ميات نيمارة هالشكل، وقالت خلي بناتي تنتين ما بيهم أنا خلني أموت، خل بس بناتي ينقذونهم. قمنا قلنا لا نخلي بنات عندك وعطيناها المكسوم، خلي بناتها تسقي في بناتها تعطيها ناس ثانية لجا تحصل شيء وما عندي شيء أعطيك. هذا المجاعة اللي مرت بالخليج، ولولا أن سفن هالكويت والسفن الثانية لو علاقة اللي يتهم سامت بعد نفس الشيء وانقذت الموقف هذا. كان لاكو طيران، كان ماكو سفن بواخر تنقل المواد الغذائية، وثاني محظور من دول كبرى ما يطلع المواد الغذائية، كلهم في مكان في مكان ما يخلون أحد يطلع شيء، لكن حنا نحصل عليه في طرق ثانية. محل هذا اللي كان أول هذا اليجر برف عرس كله كان في ربيع وفي محل القلم ما تأت ماي ماكو، سبحان الله. أقول لك هذه يمكن ما طولت المجاعة المضبوطة، يعني كن سنة 44 45 لما خلص الحرب عاد، فكان الناس أول عندهم خلصت شيء، ما في لا مراكب تجيل، ما في يعني أي شيء، في مكينة يأخذونه حق الجيش. بالهند كله ما في، كله للجيش، كل مكان كله مكاين يأخذونها للجيش. ما بقى إلا السفن، سفن أحد عنده سفن إلا الكويت، الكينج عندهم، لكن ما الكويت عندهم أسطول يعني، ويروحون ويعدوا ويعبوا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة، جاءت تباشير اكتشافات هائلة من آبار النفط في الجزيرة العربية، وبخاصة الأجزاء المطلة على الخليج العربي. وأصبح الطلب على الأيدي العاملة ملحاً، مما اضطر الكثير من العاملين في البحر للالتحاق بالفرص الوظيفية التي وفرها القطاع النفطي، التي أنعشت وارداته الوضع الاقتصادي للدول ورعاياها. فاختفت كل معالم الحياة القديمة بأسرع مما هو متوقع، واختفت تلك الأسطورة المتمثلة في الأسطول الشراعي إلى الأبد. يقول ألان فليرز عن زيارته للكويت مرة ثانية في عام 1967: إني سعيد بمعرفة هذه المراكب وبمعرفة العالم الذي خدمته، فقد كانت مناسبة له في حينه، وأدت دورها في التجارة العالمية بكفاءة لبعض الوقت وعلى مدى واسع، وكانت في كثير من الأحيان لها مكانة في حياة الناس، وأحيانا كثيرة في قلوبهم أيضا.
واعتقد أن العالم لم يصبح أكثر فقرا باختفاء هذه المراكب فحسب، بل فقد شيئا أكبر بكثير عندما استغنى عنها وطرحها جانبا. وداعا يا كويت العزيزة، حق لك أن تفاخري برجالك الذين يبنون المراكب العظيمة، وببحارتك الذين يبحرون على ظهورها إلى أقاصي الأرض.